برضه يا ايوه مس، كان ما كان كنت فاكر يوسف كان في امتحان، كان يا مس كان قايل لي التومس فيه نسبة عالية، أنا كنت قلت من البروتين، راح أعمله لي غلط. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، دي حاجة معروف ترمس فيه نسبة عالية من البروتين. هتلاقي بس الموقع اللي انت بتمتحن فيه خرف ولا حاجة، لكن لو جالكوا في الامتحان وترمس فيه نسبة عالية من البروتين فدي حاجة، فهو طب مفيد احنا أصلا، يمس ايه الإجابات ذنبنا السريعة اللي هو خرق؟ احنا ايه ذنبنا يمس اللي هو خرق في يمس ونقصنا في الدرجات؟ لا ما ينفعش. انت اللي بقول لك عليه حلو، لانه من الوجبات كمان السريعه المفيده. احنا عندنا وجبات سريعه مفيده وعندنا وجبات سريعه ضاره، خلي بالك عشان مش كل الوجبات السريعه ضاره. لا، الوجبات السريعه المفيده منهم الترمس وحمص الشام والبليله والحاجات دي كلها، والذره المشوي في نسبه عاليه من الالياف. ولكن لو قال لك الوجبات السريعه بقى وسكت، هناخد اللي هي الحاجات المضره بس، ماشي، اللي هي البطاطس المقلية والأكل بقى المقلي من بره والكلام ده. ماشي، يلا احنا كده ناخد بنت بقى. آيس جاوبت صح، أيامس مشام جاوبت، فين البنات؟ البنات راحوا فين؟ هو الصراحة كلهم ولاد، أنا مش بس اللي بنت. مفيش بنات تاني. ماشي، اسلام، اسلام عمر، يلا. يا مش أنا آدم يس طب يلا يا ادم، 51. يا مس أبو حدا يمس معاك يا مس من أول السنة، من أول سنة يا مس. انا ما بعرفش كيف الموضوع النهارده. طب يلا، بس انا برضه اسمه ما قلت مش عارف بعد ادم. كله هيقول، كله هيقول، يلا يا آدم، 51 ماشي، اول خمسة جاوب بس اما اشوف اجابتك الاول. ماشي. الطعام قد نقط اذا تركته لفترة طويلة داخل لفترة طويلة الثلاجة داخل الثلاجة، اتعفن. صح، يعني مش معنى ان احنا نجيبه في التلاجة ان هو برضو هيبقى سليم لو قعدناه فترة طويلة جدا، برضو بيتعفن عشان تبقى عارفين. ماشي كمل. يمكن إضافة القليل من نقط نرفع القيمة الغذائية القيمة للطعام. الغذائية للطعام محشي، المحشي، طعام المحشي، اللحم والمفي إيه؟ ثانية، مفهومة اللحم المفروم. صح، لأن المحشي مفهوش بروتين، هو فيه الخضروات وفيه الرز، مفهوش بقى بروتين. عشان أزود القيمة الغذائية بتاعته بضيف له لحمة مفرومة، عشان كده بقى زودت له البروتين، يبقى معايا بقوليات وبروتين وخضروات، يبقى أنا كده خدت الوجبة كاملة. ماشي كمل. ماشي يا حسن. رقم ثلاثة، إن لم يتم حفظ الطعام جيد فقد يكون من الأفضل تناوله الخطوة تناوله الأجنبية. الإيجابي ولا الأفضل ولا الخطير؟ إن لم يتم حفظ الطعام جيدا، لو أنا ما حفظتوش كويس. الخطير تناوله الخطير صح، يبقى غلط إن أنا أكله. طب لبناء الأنسجة وتجديد ما يتلف منها، تحتاج أجسامنا إلى عشان نبني الأنسجة بتاعة جسمنا ونعوض اللي بيتلف منها. هنحتاج إيه؟ بروتين، فيتامينات، دهون. من السؤال كام؟ 54. أنا يا مس، مش المفروض ينسى أنا؟ ايوه ما تجاوب. البروتين. بروتين، بروتين هو اللي بيبني العضلات، بيروحوا الجيم عشان يبنوا عضلات. اول ما تقرا كلمة بناء دي على طول تاخد بروتين على طول. للحفاظ على الطعام اطول فترة ممكنة، يفضل تركه فيه. الثلاجة. صح، يوجد في اللحوم الحمراء ويعتبر عنصر مهم للدم.
ثانية، الألياف، لا نصف الكالسيوم، مهمل للدم، إيه؟ للدم الحديد، حديد، حديد صح. من الأمور الواجب مراعاتها عند تصميم الحدائق الأشخاص المستفيدون، ولا أشكال وألوان وأوراق النباتات، ولا ألف وباء معا؟ ألف وباء مع شاطر. نحتاج إلى نقط للحفاظ على صحة العظام والأسنان، العظم والسنان، السموم ولا الصوديوم ولا الكالسيوم؟ الكالسيوم. برافو. تتيح المتنزهات والحدائق مجال للمرح والتعلم، ولا تأمل الطبيعة، ولا ألف وباء مع؟ طبعا يا مس، اخي واحدة اللي هي الف وباء مع. برافو. للبقاء في صحة جيدة تحتاج ممارسة الرياضة لمدة يوميا. بنلعب رياضة كم ساعة في اليوم؟ ساعة او ساعتين، لا مفيش أو، أنا عايزة إجابة واضحة. ساعة. صح. يفضل ارتداء الملابس المصنوعة من القطن لأنها رخيصة الثمن، متينة ويمكن غسلها، ثقيلة في الوزن. الناس متينة بتحب تلبس ويمكن غسلها. صح. يجب أن تحتوي الوجبة الغذائية المتوازنة على خضروات، حبوب، ألف وباء مع. حاول الوجبة الغذائية، الخضروات، الحبوب، ألف وباء معني طبعا. شاطر. الملابس يجعلها أكثر أناقة، تخزين، اتساخ، كي. كي دي يعني كويها يعني. كويها صح. شاطر شاطر يا آدم، برافو. ناخد صفحة كاملة يا مس. أيوة، أنا ضحكت عليك واديتك صفحة عشان عايزك تجاوب. تيم، يلا يا تيم. ماشي يا مس، 64. حاضر يا مس. من الصفات الواجب توافرها في الألوان؟ المصداقية والقدرة على الإقناع. يحتوي ألف على يا جمل طويلة. صح. مس. المصداقية والقدرة على الإقناع. ماشي. مصدر يا مس قماشها على فكرة الحرير. أنا صفحتي بس لقيت كتير. انت شاطر، انا اتفقت عليك ورحت حطلك الأسئلة على طول عشان ما تاخدش بالي. مصدر قماش الحرير الأغنام يا مس. الأز، دودة الأز اول واحدة. ماشي. من الأمور الواجب اتباعها الأغنام لضمان حملة الواجب إعلانية ناجحة. علي صوتك شوية تاني عشان مش سامع. من الأمور الواجب اتباعها لضمان ألف حملة. ألف وباء معا. ماشي. المعلومات التجارية الناجحة تستخدم. تستخدم النقط للتعبير عنها بشكل فعال. ألف وباء معا. ماشي صح. من مبادئ تصميم الجيد أن يكون بسيطا تمام. لا يتضمن شعار الشركة الاسم المحفوظ به، إذا كان اسم الشركة صعبا لا، طويلا قد لا الاسم يتضمن شعار الشركة الاسم الخاص بها، إذا كان طويلا اسم الشركة طويلا مش هنعرف نكتبه. ماشي. أنا مش طويل. قماش تشوف مصدره الأغنام، صح. مجموعة نقط تقوم بتجربة المنتجات قبل عرضها في الأسواق للبحث. الايه؟ بحث. لا غلط الدعم. غلط. اسمها مجموعة التركيز. مجموعة التركيز دي قبل ما باجي انزل المنتج للناس ابيعه، هم بياخدوا المنتج ده يجربوه. ناقص حاجة، في حاجة في مش واضحة،
في حاجة صعبة الاستخدام، هم بيبدأوا بقى ان هم يجربوا. نعم، مجموعة التركيز. العناية بالتنفس تساعد على توفير المال، صح، تفضل تصميم المنتج بشكل يوضح مراعاة استخدام يؤثر سلبيا على الأسعار لا السوق. يفضل تصميم المنتج بشكل يضمن إعادة استخدامه، يعني لما يبوظ أعيد استخدامه تاني حتى لا يؤثر سلبا على. السوق لا، على كوكب الأرض نحن ما نستهلكش منتجات واخدها ارميها، لا هو عايزك بعد ما خلاص ما عدتش عايزها تقدر ان انت تعيد استخدامها في حاجة تانية، فاحنا كده مش هنأثر على كوكب الأرض. ماشي، شوف تمام، مثلا عن كل الصح والغلط كمان. كل ما يلي من اتفضل. إعدادات المحافظة على الطعام ما عدا مع غسل الطعام يا مس. كل مما يلي من إرشادات المحافظة على الطعام ما عدا، يعني كلهم بنحافظ بيهم على الطعام ما عدا حاجة. كلهم معانا ترك التعامل خارج الثلاجة. تمام، التسويق نقط يقوم به مجموعة من العملاء الذين جربوا المنتج واقتنعوا به. التسويق ثانية مش ايش عجب انت يا مس؟ كله هيجاوب، لسه قدامنا وقت. التسويق بالإهمالات والإعلانات بالحملات الإعلانية بالحملات الإعلانية ولا بالعمولة ولا الشفهي؟ دي مش غلط. الشفهي. شفهي، مش احنا قلنا لما بنيجي نقنع حد لازم بتكلمه شفهي؟ المكونات دي المطلوبة المنتج، بتبدأ ان انت توري له آراء العملاء، بتبدأ ان انت تقنعه. ماشي، تنمو الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والعفن في ظروف بيئية متجمدة دافئة ورطبة ولا ساخنة جدا؟ ساخنة جدا لا، متجمدة. الكائنات الدقيقة البكتيريا دي بتنمو في مكان عامل ازاي؟ دافئة ورطبة. صح، إعطاء معلومات خطأ في الإعلان يعتبر من الأشياء غير. صح، برافو برافو، بس نركز أكتر، نركز أكتر وإحنا بنحل. مين ما جاوبش؟ أنا لسه في مراد، حافظ على فكرة كده يا مس. تعالى يا يوسف، لا مش عايز أجاوب أنا، يا مس مش عايز يلا يا أجاوب. جماعة. اللي ما جاوبش يرفع ايده بس. يلا يا يوسف، 78. خلاص يحتوي الطراز مس على نسبة عالية من القوام فيها الترم. البروتين، صح، يحتوي على نسبة عالية من البروتين. الأطعمة نقط تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعدنات. مش سامع يا يوسف، علي صوتك شوية. الأطعمة نقط تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن. الصحية يا مس. صح، تتوفر نقط بشكل طبيعي في الفواكه والعسل. مثل الألياف لا، في الفاكهة والعسل، العسل والفاكهة.
اللحمة المرجانية ليه 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 المعدنية ليه ليه ما احنا عندنا السكريات سكريات اهي. ما هو بيقول لك السكريات بشكل طبيعي السكريات مش كلها غلط، في سكريات طبيعية اللي هي بتبقى موجودة في الفواكه والعسل، دي طبيعية ربنا خلقها لنا، لكن الغلط فيها بقى اللي احنا بندخلها صناعي، حلويات بقى والشوكولاتات والكلام ده كله غلط. هو يوسف لسه في وكمان السؤال. كل مما يلي من الأغذية الصحية ما عدا ثانية ماشي الخضروات كل مما يلي من الأغذية الصحية ما عدا، يعني كلهم مفيدين ما عدا إيه بقى اللي مش مفيد؟ الأطعمة الدهنية يعني الأطعمة الدهنية. نركز في السؤال، نركز في السؤال. هو عبارة عن رمز يوضح للعملاء النشاط الذي تقوم به الشركة. رمز الشركة اسمه إيه؟ شعار الشركة ولا العلامة التجارية ولا عنوان الشركة؟ علامة تجارية شعار الشركة. شعار شعار، الشركة تمام. طيب يا مثلا شراء احنا بنستخدم كمية شراء شراء ايه؟ الكمية انا شراء لسه شفت الكمية بتقول ايه؟ بقول يا مثلا اللي بستبحة ما انا قلبتها والله، ما هو بيجاوب ازاي؟ شراء الكمية أقل من الملبس يعني استخدام أقل استخدام أقل أقل صح ماشي. وجود الحدائق يساعد على مثل تنقية الهواء تنقية الهواء واستمتاع الكبار والأطفال ولا ألف وباء مع؟ تنقية الهواء واستمتاع الكبار والأطفال، مش أنت بتروح تستمتع في الحديقة؟ أيوه يبقى الاتنين صح؟ النباتات تنمو خلال عام فقط داخل الحدائق النباتات عندنا نوعين من النباتات، ثانية نوع بيقعد سنة بس وبيموت، ونوع تاني بيقعد أكتر من سنة، دي اسمها حولية ودي اسمها معمرة. النباتات المعمرة بتقعد أكتر من سنة، والنباتات الحولية اسمها حوالية بتقعد سنة وتموت. حوالية حولية صح. يمكن استبدال وجبات سريعة بوجبات خفيفة صحية مش مثل فاكر الوجبات السريعة بوجبات خفيفة صحية. زر المشوي صح. المشوي رقم 87 تحتوي الوجبات الدقيقة وبتاع صح؟ لا لا تحتوي تحتوي الوجبات السريعة على كمية كبيرة من الفيتامينات الوجبات السريعة اللي هي مضرة بقى. الوجبات السريعة بتحتوي على كمية كبيرة من إيه؟ من ملح أمثلة الأطعمة نقط الوجبات التي تحتوي على قدر كبير من السكر والدهون. سلوكة أنا شوية هو بيقول لك بتحتوي على كمية كبيرة من السكر والدهون. مسلوق المسلوقة والمشوية مفيدين، مفهومش حاجة مضرة. عندك الوجبات اللي بتبقى فيها نسبة عالية من السكريات والدهون والأملاح، دي اللي بتبقى الوجبات السريعة وبنقول عليها وجبات غير صحية. يعتبر ماشي بس يعتبر الأرز البطاطس من الماء، الفيتامينات النشويات. الفيتامينات لا الماء الخضروات هي من الفيتامينات. الفيتامينات آخر سؤال رقم 90 لا تتعد غلط، مش الفيتامينات، هتبقى النشويات. الأرز الذهب والبطاطس من اه النشويات. النشويات بحس قصدي الطعم يعني الحلو
بيحتوي عن ايه؟ تتغذى البكتيريات ولا عفوا على نواة ولا عناصر غذائية الأخرى؟ الدهون. تتغذى البكتيريا والعفن على نقط والعناصر الغذائية الأخرى السكريات. سكريات البكتيريا صح، سكريات. البكتيريا بتتغذى على السكريات. ماشي محمد عادل، ما جاوبتش انت، جاوبت يا محمد. محمد صلاح، حاضر، أجاب كله يا مس. لا طبعا جاوب لحد 10 بس. إذا هم كان في كل صفحة 13. لا احنا في صفحة 17، هي ما جاتلكش لسه. كده خلاص، كده جت. ايه انت احترم ازاي بتصنع مشروبات مفيدة؟ صح. ماشي كمل. ماشي ان شاء الله نحافظ على صحته. صح. تحتوي اكبر زيادة توازن على خضروات الحبوب. صح. الحفاظ على صحتك يجب تناول الأطعمة المليئة بدون غلط. من أمثلة الأطعمة الصحية هي أحلى حاجات، والأطعمة المقلية بالزيت غلط. يساعدنا شرب 8 أكواب من الماء نظيف. التخلص من السموم. صح. اللي جاب السموم. يحتاج الجسم إلى أملاح معدنية لبناء الأنسجة وتجنيد ما وانت ايه، وانت عديت 3 اسئله ليه؟ إذا